بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بأننا في قرية الزكاة بريف حماه الشمالي حيث استهدفها قصف مدفعي من حاجز الجبين لأحد الإصابات في الأغنام. زن عشرات الأغنام قتلت من جراء القصف المدفعي. نلاحظ هنا منازل سويت بالأرض تماما. إذن هذا الدمار من جراء القصف المدفعي من حاجز الجبين على قرية الزكاة بريف حماه الشمالي. ونذكر بأننا بتاريخ 11/9/2016. طبعا هناك جرحى بينهم نساء بحسب ما علمنا. محمد